بونجور ا توتي ا توس اهلا وسهلا كنتمنى تكونوا مزيانين بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في لا فيديو ديال اليوم اللي غادي نقدم لكم بسطيلات صغيورين بالدجاج كيجيو زوينين اقتصاديين دجاجه وحده درت خرجت 18 بسطيله صغيره صراحه وحده راه كتكفي واحد وزوينين وخفاف وغنوريكم المقادير الطريقه ديال التقديم والطريقه ديال التحضير غادي نديرهم بلا باتفيلو هذه المره خليكم معايا ندوزوا المقادير والطريقه ديال التحضير. Alors aujourd'hui, on va partager un de mes plats préférés, des plats typiques marocains traditionnels. Je vais faire avec vous des pastillas au poulet d'une façon économique. Avec un seul poulet, on peut obtenir jusqu'à 18 petits pastillas. Restez avec moi, on va passer aux ingrédients et à la façon de la préparation. Alors, بالنسبه للمقادير انا عندي هنايا كيلو دجاجه باردون ديال 2 كيلو غسلتها مزيان نقتها بيان كوم الفو بالملح والخل والسكنجبير وهذه غادي نستعملها انا كيعجبني في البسطيله ندير دجاجه كامله كاين اللي كيدير غير الصدر ديال الدجاج انا كندير دجاجه كامله كتجي المذاق ديالها احسن كتجي زوينه. alors j'ai un poulet de 2 كيلو que j'ai bien lavé auparavant je préfère dans ce plat je préfère utiliser le poulet entier une cuillère à café de كركم معلقه ديال صغيره ديال الخرقوم عرق وغادي خصني كذلك شويه ديال البزار شويه ديال السكنجبير بوافر اي جينجومبر واحد الكوب ديال الزعفران لو ان تي كوب دو سافران اي لو سافران عندي كذلك حتى الزعفران شعره والملح من طبيعه الحال هادشي اللي غادي نحتاج في المقادير ومن بعد غادي عندي واحد الباطوني ديال لا كانيل اللي غادي نديرو مع الدجاج يطيب ما غاديش ندير القرفه في الشرموله حيت كتكحل كتكحل لاصوص دونك انا غادي ندير العود ديال القرفه مع الدجاج منين يطيب. شويه ديال الزعفران شعره هو اللي بقى عندي راني حكيتو بين يديا المذاق ديالو صراحه زوين وهداك لو كوب ديال الزعفران باش يجينا لوكو ديالو زوين لو سافران كوم سا لو فري سافران افيك لو كوب دو سافران فوالا دو سيل اي جاجوت اون كويير ا سوب دو بيرسيل اون كويير ا سوب دو كورياندر غادي ندير واحد المعلقه ديال القزبور واحد المعلقه ديال هذا المعدنوس راه مشات ليا السميه ديالو صافي j'ajoute l'équivalent d'un verre d'eau juste de l'eau غادي ندير كاس ديال الماء غادي نخلط هادشي غير بالماء وصافي غادي نرقد هذيك الدجاجه ديالي هذه راه الليله قبل ما ندير البسطيله ديالي درتها الغد ليه je disais j'ajoute un verre d'eau et je commence à mariner tout mon poulet et je de préférence le laisser toute la nuit pour bien absorber tous les saveurs et les épices غادي نخليها هكذا يترقد مزيان 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 انا رقدتها مزيان وخليتها ليله كامله باش تشرب هذاك لوغو ونتلاقاو من بعد فوالا
من بعد ما ترقدت لي هذيك الدجاجه خليتها ليله كامله. الغد اللي غادي نهزها غادي نديرها في القميله ديالي ولا ديرها في كوكوت ولا اللي بغيتو. انا كنفضل نطيبوه في القميله بعافيه مهيله باش يطيب على خاطرو ما يتشتتش. دونك je disais je le lendemain là c'est bon mon poulet a bien absorbé toute la marinade. Là je le mets sur dans ma gamelle ou bien dans mon phyto ou bien dans une cocotte minute comme vous voulez. Je le laisse cuire et j'ajoute un petit peu, je laisse d'abord cuire comme ça sans rien. Et après j'ai ajouté de l'huile d'olive et l'huile de tournesol. غادي نزيد عليه شويه ديال الزيت وشويه ديال دابا غادي نخليه تقلى هكذا بلا والو. من بعد غادي نزيد ليه شويه ديال الزيت وشويه ديال زيت العود وزيت المائده. هاد الاثناء انا غادي نوجد نقطع البصله ديالي. اي خصني هنايا كيلو ديال البصله. عندي هنايا 6 ديال البصلات متوسطه. 6 شحال هادوك؟ واحد 2 3 4 عندي 7 ديال البصلات ليستر متوسطه وغادي نقطعها مربعات صغيره. من الاحسن تكون ما ديروهاش ما تحكوهاش كتلق الماء بزاف. غير قطعوها مربعات صغيره. 1 كيلو دونيون كو جو في كوبي دي بوتي اون بوتي دي. هانتوما كما كتشوفوا انا الدجاج ديالي درتها تقله بلا حتى شي حاجه غير في هذاك الدجاجه طلقات ليا الماء ديالها وخليتها كتقله تقلات من الجوانب كلهم. دابا غادي نزيد ليها الزيت. داك العود ديال القرفه راني لحتو غنزيد ليها الزيت وغادي نزيد البصله وغادي نخليها تقله مزيان ومن بعد غادي نروي ونخليها طيب. فوالا جو ديزي مون بولي الا جو لي ليسي ميجوتي ان تي بو سون ريان دو تو يا اوكين ماتير غراس سي كو لو جو دو بولي. ابري جو في اجوتي لو هويل دو tournesol, l'huile d'olive, l'équivalent de 2 cuillères à soupe de chaque huile. Et après, j'ajoute, j'ai déjà mis mon bâtonnet de cannelle. Après, j'ajoute mes petits dés d'oignons. Et je vais le laisser bien mariner, bien mijoter. Et après, je vais rajouter de l'eau chaude et je vais laisser cuire pendant 45 minutes. On va laisser comme ça, 40 minutes, pour que cette dajja on va laisser. نخرجوها من فوق الكوكوت من القميله ونخليو هذيك لاصوص تعقاد. غادي تشوف معايا كل شيء بالصور. فوالا انا حيدت الدجاجه ديالي من بعد 45 دقيقه. الدجاجه ديالي طابت ها هي هرات ولكن راه ما تشتتش لانها طيبه في عافيه مهيله. هذا دابا لاصوص غادي نخليها تختار. غنخليها طيب على خاطرها تختار ومن بعد غادي نزيد ليها 6 ديال البيضات. انا هذيك المرحله صورتها وما لقيتهاش في القلغي ما عرفتش علاش. غادي نزيد معلقه ديال القرفه سي غير فافورابل ماشي ضروري كما بغيتو نتوماية. غادي نزيد معلقه ديال القرفه وغنخليها تختار تتشرب هذاك لاصوص كلها. من بعد غادي نزيد ليها 6 ديال البيضات ونحركها حتى تنشف تماما. فهاد الاثناء انا غادي نمشي غادي نفرتت هذيك الدجاجه نحيد منها كاع العظام ونخليها تبرد على خاطرها. هنايا راني زدت البيض راه دوماج ما تصوراتش ليا ولكن خصنا نحصلوا على شي واحد الحاجه بحال هكذا اللي تجي ناشفه. تقدروا ما ديروش البيض بالنسبه للناس اللي ما تيبغوش البيض ماشي ضروري. صافي هذه هي لاصوص ديالي واجده. الدجاجه ديالي مفرته. دابا غادي ندوزو نوجدو اللوز. الو بالنسبه للوز هنا لي زاموند عندي 500 غرام ديال داموند كو جي في ترومبي دون دو لو شو. انا عندي 500 غرام سكيلو ديال اللوز اللي درتها في الماء السخون طيب وغادي نخليها حتى يبرد هذاك الماء. من بعد غادي نقشرها طريقه عاديه كلاسيكيه غير بغيت نتقاسم معكم هاد المراحل. صافي غادي نقليها في الزيت. هي خصكم ديروا الزيت بارده في المقله وتلوحوا فيها اللوز وتشعلوا العافيه باش يطيب لكم هذاك اللوز من القلب ديالو ماشي غير حيت الا درتو الزيت سخون غير كيتحمر صافي ما كيكونش طايب من الداخل. الدجاج ديالي طايب مفرتت ها هو فرتو كله بفرشيطه ولا بيديكم ولا كما بغيتو. لاصوص ديالي ها هي واجده عاقده شاده فراسها ما فيهاش الماء حيتاش غادي ندير كما قلت لكم غادي ندير لاباط فيلو خص لاصوص تكون ناشفه. اللوز ديالي هرمشتو بحال هكا انا تنفضل مهرمش. تقدروا ديروه بودره كما بغيتو ماشي مشكل. فوالا تو لي انغريديون سون بري ماتنون فا باسي او مونتاج.
Alors, pour le montage de mes petits pastilles, vraiment, c'est un jeu d'enfant. Ça sera ساهل مهل انا كما قلت لكم باش يخرج ليا كما كثيره انا هذيك لاصوص درت فيها البيض العقاد اللي طب فيها الدجاج غادي نخلطها مع هذاك الدجاج مفرتت انا هنا ما غاديش ندير ديك المرحله ديك الطريقه ديال كما كنديروا بسطيلات كبار غنديروا طبقه ديال اللوز طبقه ديال البيض وطبقه ديال الدجاج لا لا انا غادي نخلط كل شيء جو في تو ميلونجي سي ان شوا كو جي في فرانشمون جات زوينه اصلا كل شيء كيجي مخلط في البسطيله دونك خلطهم هكذا هنا عطاوني كميه كثيره ديال البسطيلات صغيره خرجت لي 18 بسطيله صغيره انا اكيده لو كان درت غير داك النص كما قلت لكم طبقه طبقه غادي يخرج لي غير 8 ولا 9 ديال البسطيلات ما غاديش يفوتهم حيتاش غادي نديرو طبقات ملي درتهم هكذا خرج لي 18 بسطيله صغيورين وصراحه جاو زوينين بشهاده الناس اللي كلاوهم Alors, je disais, pour le montage, je dois mélanger mon poulet émietté avec la sauce que j'ai déjà préparée par avant. Je les mélange pour obtenir une grande quantité de pastilles. Je ne vais pas faire les étages comme d'habitude. Je fais une couche d'amande, une couche de poulet, une couche de sauce. Non, maintenant, je vais tout mélanger. Comme ça, je dois obtenir une grande quantité de pastilles. Alors, je prends mes amandes, j'ajoute 2 cuillères à soupe de sucre, le sucre selon vos goûts, غادي نزيد ليها جوج معالق ديال السكر غلاسي وغادي نزيد معلقه ديال القرفه على هذاك اللوز. Je mélange bien et après c'est bon, tout est prêt, il reste plus qu'à passer au montage et je vais vous laisser avec les photos. غادي خصكم غير واحد البيضه مطربه مزيان ان اوف اونتيي اي دو بور فوندو غادي نخصكم واحد البيضه مطربه مزيان وزبده دايبه لي بانسو لا بات فيلو اللي قلت لكم وهذا واحد المول ولا لومبورتو بياس ولا اي حجم بغيتو ديروه نتوما انا هذا الحجم هذا خرج ليا 18 بسطيله صغيره وهذه لا بات فيلو اللي كنستعمل فوالا الوغ انا جبت هذاك المول ديال اي تختاروا اي مول بغيتو على حسب لاطاي اللي بغيتو ديروه انا بغيت ندير لاطاي شويه صغيره غادي ندير هذاك المول هذه هي لاباط فيلو ساهله في الخدمه صراحه واخا كتقطع هي راه ما كتخسرش زعما صراحه ساهله لاباط فيلو كجي شوازي بوكو جي شوازي لاباط فيلو باسكو سي اون بات كي ريست كروسيونت لونطون اي كو اون ا با لغو دو لاباط دون لو دون لا باستيا فريمون سي جوتيليز لاباط سورتو لاباط دو لا فوي لي فوي دو بريك دي سي Franchement, ils ont un goût de vinaigre, c'est pas top. C'est pas l'idéal pour les pastillas au poulet ou au poisson ou quoi que ce soit. Bon, je prends deux rectangulaires de pâte filo que je vais chemiser mon moule. Allez, du beurre, bien sûr, tout le temps, il faut beurrer. Radin del chouadi el zibda, à chaque fois, radin chouadi el zibda, radin ammar hadak le moule, ndrto ala jnab hak tamzian. Taba, adi, tariqa adi, ya classique, ya. ندير هذاك لا كوش ديال اللوز ولا فوق منها لا كوش ديال الدجاج مخلط مع هذيك الحشوه وصافي نجمعوا البسطيله ديالنا بطريقه عاديه كانت ظن كل شيء واضح في الفيديو بلا ما نكثر عليكم الهضره راه كاين الناس اللي كيقول لي كنهضر بزاف واش غادي ندير بغيت نشرح لكم بزاف هذا هو المشكل المهم خليكم على فيديو
انا غادي ندير معكم هنايا غير البلاكه الاولى، حنخرج ليا جوج بلاكات، جوج ديال الطاوات باردون، غادي ندهنهم بالجون دوف. Je vais les badigeonner à l'aide d'un jaune d'œuf et je vais enfourner à 180 degrés. Le four est préchauffé. Le sol est chaleur tournante. Juste le sol est chaleur tournante, pas le haut. Pendant 10 à 15 minutes. Voilà, c'est tout. Là, c'est bon. Mes pastilles sont cuites. Je vais les mettre en mouche d'eau. Je vais les mettre à 180 degrés. حمرتهم غير من التحت، شعلت لهم الفرا غير من التحت، وهذيك الفرفاره وكيجيو صراحه زوينين مهرمشين رائعين صراحه، كيجيو زوينين بزاف. Voilà, mes petits pastillas sont prêts. J'ai choisi de les décorer d'une façon comme ça, un petit peu de miel et un petit peu de deux amandes effilées. انا هادو اخترت نديرهم دهنتهم بشويه ديال العسل ولصقت عليهم هذاك لي amandes effilées وتسعود الاخرين درتهم بطريقه الكلاسيكيه. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous allez tester ma recette comme d'habitude et vous me dites comment vous la trouvez sur les commentaires. هذه هي لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى تكون عجبتكم. جربوهم ساهلين اقتصاديا، ما كياخذوش وقت بزاف صراحه، وبصحه وراحه. بارطاجيو لا فيديو الى عجبتكم، لايكيو لا فيديو الى عجبتكم بيان سور. نهاركم مبروك والى اللقاء نهار اخر ان شاء الله. السلام عليكم.